لكن مشكلة جون كريستي الرئيسية اللي عانى منها طوال حياته هي مو صوت الناس وإنما عضو الذكري. السلام عليكم أصدقائي وحياكم الله بمقطع جديد. مقطع اليوم هو عبارة عن قصة واقعية غريبة، وهذا الفيديو هو من طلبكم من خلال التصويت. لكن قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك بالقناة. يلا نبدأ. ولد تيموثي جون ببلدة صغيرة بجنوب ويلز بالمملكة المتحدة عام 1924. كان سوء الحظ رفيقه حتى قبل لا يبصر النور ويطلع للحياة، بسبب أنه أبوه هجر العائلة قبل مولده بشهر، فعاش بلا أب وكان تحت رعاية أمه وعاش كل ظروف الفقر والحرمان. ويا ريت تكون كل مشاكله هي بالفقر، لكن عنده مشاكل أكبر وأسوأ، لأنه كان ضعيف البنية ومنخفض الذكاء. واجه مشاكل هواية بالتعليم وطلع من المدرسة وهو بالكاد يقدر يقرأ اسمه، ومن سوء حظه أيضا أنه أصيب بعاهة ميكروبية بقدمه خلته أعرج لبقية حياته. ولاحقا تزوجت أمه من رجل آخر وانتقلت العائلة لندن بعام 1935، وهناك اشتغل تيموثي بعدة مهن، لكن ما طول البقاء بها بسبب مشاكل قدمه. وكان تيموثي معروف بين أقرانه وأصدقائه باختلاقه للقصص الخيالية والكاذبة اللي يتكلم بها عن نفسه، وربما كان يختلق كل هاي الأكاذيب حتى يعوض عن نفسه هذا الحرمان اللي عانى من يمه. المهم بعام 1947 دبر لأحد أصدقائه فد موعد ويا فتاة تدعى بيرل ثورلي، وسرعان ما تطورت العلاقة بين الاثنين وانتهت بالزواج. عاش تيموثي بالبداية هو وزوجته ويا أمه، لكن بعد بضعة أشهر بعد ما ظهرت آثار الحمل على زوجته قرر أن يلقى له مكان هو وزوجته حتى يستقل به، فاستأجر الطابق الثاني بمنزل قديم ومتهالك بإحدى شوارع لندن. المنزل كان يتكون من 3 طوابق، الطابق الأول كان مشغول من قبل مستأجر يدعى جون كريستي، وجميع طوابق المنزل كانت صغيرة وما بها حمام، إذن فدورة الغسيل كانت مشتركة بين الجيران، وكان مكانها بالحديقة الخلفية بجوار المغسلة. الجار جون كريستي كان كهل وبأواخر الأربعينيات من عمره، ويشتغل ككاتب بشركة. وأكثر شيء يميزه هو صلعته البراقة الكبيرة وطريقة كلامه، وكان يتكلم صوت ناصي كان يشبه الهمس، وهذا بسبب إصابة قديمة بحنجرته. وللأسف ما كانت حياة تيموثي بمنزلهم الجديد سعيدة، فكانت الشجارات دائما تصير بيناتهم، وما هدت الأمور حتى بعد ما جابوا للدنيا طفلة جميلة سموها جيرالدين، وأغلب مشاكلهم كانت بسبب الوضع المادي المتأزم. وكان تيموثي يتهم زوجته بالتبذير وعدم إدارة المنزل، وهي تتهمه إنه ينفق أمواله على الكحول، وللأسف كان الاثنين محقين. فلا بيرل كانت زوجة مدبرة ولا تيموثي كان حريص على أمواله، وبالتدريج بدأت تتزايد الشجارات بيناتهم وترتفع وتيرة هذا الشجار لحد ما يتحول إلى صراخ. وبعدها ازدادت الأمور سوءا لأن بيرل حملت بطفل ثاني، لأن ما كانت عندهم فلوس حتى ينفقون على الطفل الجديد، لذا اقترحت بيرل أن تجرى عملية إجهاض، ووافق على هذا الشيء تيموثي. قلنا بداية قصتنا أن سوء الحظ كان رفيق تيموثي دائما، وربما هذا سوء حظه هو اللي وداه حتى يسكن فوق شقة جون كريستي. كانت علاقة كريستي بالجيران طيبة جدا، وكان بنظر المجتمع انه شخص صالح وطيب القلب، لكن كان اكو جانب مظلم من حياة كريستي ما حد يعرف عنه. قلنا انه جون كريستي كان عنده مرض بحنجرته فكان صوته دائما ناصي، لكن مشكلة جون كريستي الرئيسية اللي عانى منها طوال حياته هي مو صوت الناس وانما عضو الذكري، لان كان عنين، والرجل العنين ما يقدر يجامع النساء، وكانت تجربته الجنسية الاولى مع امرأة كانت كارثة، وكان أصدقاء دائما يسخرون من يمه ويسمونه بالخصي، وهذا النقص ترك أثر مدمر على حياة كريستو وشخصيته، وراد أن يعوض هذا الشيء بأي شكل، وكان يروح الدور البغاء منذ غرة شبابه. والعجيب بالموضوع أنه ما كان يعاني من خلل جسماني، إنما الخلل كان بسبب شيء نفسي، كان يجز عن مجامعة أي امرأة محترمة يتعرف عليها بطريقة طبيعية، لكن ما يعاني من أي مشكلة من يجامع العاهرات الرخيصات. والشيء الغريب بقصته انه رغم عجزه الجنسي قدر يتزوج بسن ال21 من امراه تدعى ايثل سيمسون، وعجز طبعا عن مجامعتها بليله الدخله، فشرد من بيته وهو يبكي وراح لاحدى دور البغاء حتى يجامع عاهره رخيصه. لكن برغم مشاكل الجنسيه استمر زواجه هو وايثل سنوات طويله. ومن الجوانب المظلمه الاخرى بحياه جون كريستي هو دخوله للسجن عده مرات بسبب سرقات وتزوير واعتداء. هسه يا أصدقائي خلي أقول لكم على أخطر فترة بحياة جون كريستي، وهاي الفترة هو لما اكتشف أنه يقدر يمارس الجنس ويا أي امرأة كانت حتى لو ما كانت عاهرة، بشرط أن تكون غير قادرة على المقاومة أو ميتة. ومن عرف هذا الشيء انولد هذا الوحش المفترس بداخله وانطلق للمجتمع، وما معلوم منه كانت ضحيته الأولى. كان هناك جدل طويل بين الشرطة على عدد ضحاياه، سجلات الشرطة تقول أنه أول ضحايا هي فتاة نمساوية تدعى روث فيرست، واللي كان عمرها 21 سنة وكانت عاملة بمصنع وكانت تتاجر بجسمها بين فترة وأخرى،
تعرف عليها جون كريستي بإحدى البارات عام 1943، واستغل فرصة سفر زوجته لزيارة أقاربها، فاصطحب ويا الفتاة لشقته وقتلها خنقا، لعله بسبب عدم قدرته على مجامعتها وهي حية، فقرر يقتلها. والعجيب أنه ما لقى أي صعوبة بمجامعتها وهي جثة هامدة، وانتهت الفتاة مدفونة بحديقة المنزل الخلفية. هسه يا أصدقائي راح أقول لكم الجزء المهم اللي يربط بين جون كريستي السفاح وصديقنا تيموثي. قلنا أنه تيموثي هو وزوجته نزلوا بالطابق الثاني من هذا المنزل اللي يعيش فيه جون كريستي بالطابق الأول، فجون كريستي كون علاقة جدا قوية بينه وبين تيموثي، فكان كريستي بنظرهم أنه جار محترم ومحل الثقة، ولم يعلم المسكين أنه جارهم كريستي هو عبارة عن سفاح، وأنه أكو جثتان بشريتان موجودتان بحديقة المنزل. ومن وجهة نظر كريستي أنه علاقته بتيموثي وزوجته ما هي إلا علاقة الصياد بفريسته، فالصياد المحترف لازم يموه نفسه لحد ما ينتظر اللحظة المناسبة وينطف بها على فريسته. وكان كريستي يعلم جيدا أنه انتظاره ما راح يطول، لأن كانت الفريسة سهلة، وشيء أكيد تكون الفريسة سهلة لأن كريستي كان معدل ذكاء مرتفع جدا، بينما جار تيموثي اللي هو راح يكون الفريسة معدل ذكاء جدا منخفض. ومثل ما قلنا انه ترك التعليم وبالكاد يعرف يقرا اسمه. كان كريستي يسمع الشجارات والصياح اللي يصير بين تيموثي وزوجته، وكان هذا الشيء يحلاله ويستغله بنفس الوقت حتى يلعب دور الجار الطيب اللي يصلح بين الزوج وزوجته، ويتقمص دور الناصح والمخلص اللي ينطي النصيحة حتى يصلح ذات البين، لكن عينه كانت على زوجة تيموثي الشابة. وبعدها باشهر اتيحت الفرصة لكريستي لما تيموثي شكاله انه زوجته صار عندها حمل مفاجئ وتريد تجهض هذا الحمل. مجرد ما سمع كريستي هذا الشيء بدأ يحضر خطة وكمين، لأن الإجهاض بذاك الوقت كان ممنوع ببريطانيا، وإجراء عملية إجهاض غير قانونية كان مكلف جدا بالنسبة لزوجين فقيرين. وهنا إجا دور جون كريستي، وهنا ادعى أنه هو محترف بإجراء عمليات الإجهاض، وأنه مستعد أن يجهض زوجته بير المجان. وبعد تفكير طويل وخوف وبكاء ويأس توجه للشرطة، لكن ما راح وحده، راح هو وياه غباء. فبدل ما يشرح لهم القصة الحقيقية واللي صار بالتفصيل، أخبرهم حكاية زائفة وإنه هو الشخص اللي تسبب مقتل زوجته عن طريق إعطائها جرعة زائدة من الحبوب اللي ساعدها على الإجهاض. أراد تيموثي الأب له أن يحمي جارة كريستي من المساءلة القانونية وتحمل هو كل المسؤولية. ولما سألوه رجال الشرطة عن جثة زوجته، قال لهم أنا تخلصت من يمها ببالوعة اللي أمام المنزل. فجت الشرطة للمنزل وفتحت البالوعة ما لقيت اي جثه. هنا الشرطه بداوا يضغطون على تيموثي ويحققون وياه حتى يطلعون من يمه الجواب ويعرفون وين جثه زوجته. تيموثي اصلا ما يعرف شنو اللي صار لزوجته وبنته، ولما انحصروا بالاسئله اخبرهم بالحقيقه، قال لهم انه زوجته ماتت لما كان كريستي يسوي لها عمليه اجهاض، وانه بنته موجوده مقارب السيد كريستي. فراح ويا المنزل جون كريستي وطرقوا الباب، فطلع لهم جون كريستي الكهل الخبيث وادعى انه مندهش ومنصدم من جيتهم. فسالوه عن الزوجه المفقوده، فرد عليهم مباشره انه كان رده نزل كالصاعقه على راس تيموثي، لانه انكر اجراء اي عمليه اجهاض، واتهم تيموثي بقتل بنته وزوجته لان كان دائم الشجار وزوجته. فقالهم وسيلوا الجيران حتى تتاكدون من كلامي. طبعا الشرطه صدقت جون كريستي الكهل المحترم والجار الطيب، وكذبت الشاب الاخلاق المعروف باكاذيبه واختلاقه للاقاويل. بقى تيموثي واقف فاتح حلقه مثل ما نقول من كثر الدهشه والصدمه، ومو مصدق اللي جاي يصير وياه، وان الشرطه تتخلي القيود بايديه. بالنسبه للشرطه كانت هاي معضله كلش كبيره، لانه للان ما لاقين اي جثه. فبدت الشرطه تفتش المنزل تفتيش سريع وروتيني، وما عثروا خلال هذا التفتيش سوى على عظمه فخذ بشريه استخدمت لدعم سياج الحديقه الخشبي. والعجيب ان الشرطه ما سالت نفسها من وين اجت هاي العظمه، ولا حفرت بالحديقه المجاوره حتى تبحث عن المزيد من العظام. بعد يومين رجع رجال الشرطه وياهم فريق بحث متخصص، وبداوا يفتشون المنزل مره ثانيه، وبالفعل قدروا يلقون جثه بيرل وبتها ملفوفات بسجاده داخل حجره الغسيل اللي بالحديقه، وكانت ربطه العنق ما زالت ملفوفه على عنق الطفله جيرالدين. وعلى الفور تم توجيه تهمه القتل التيموثي ايفان، وتحت الترهيب والتعذيب اجبرت الشرطه ان يعترف بانه هو القاتل. القضيه احدثت ضجة جدا كبيرة ببريطانيا، وسرعان ما تصدرت عبارة أب متوحش يقتل زوجته وابنته الرضيعة تصدرت عناوين الصحف، وكان هناك إصرار عجيب من الشرطة على إدانة تيموثي. لكن بنفس الوقت الشرطة تغاضت عن قضايا، أو لعله خلينا نقول ما انتبهت لها. فمثلا لما انطلقت الباب على جون كريستي لأول مرة، أخبرهم بأنه يتهم تيموثي بقتل زوجته وبنته، وكانت هاي هفوة كبيرة ما انتبهت لها الشرطة، لأن تيموثي ما كان يعرف شنو مصير زوجته وبنته، وكذلك الشرطة ما كلفت نفسها عناء البحث بماضي كريستي. خلال محاكمة أصر تيموثي على أنه بريء وأنه القاتل هو كريستي، وقال بأنه أنا اعترفت أنه أنا القاتل بسبب الترهيب والتعذيب. والعجيب بالقضية أنه شاهد الادعاء الرئيسي هو جون كريستي اللي وقف قدام المحلفين يروي لهم بأسى القصة اللي صارت ومقتل الزوجة وبتها، والدموع تنزل من عيونه، وهاي كانت دموع التماسيح. حقا شر البلية ما يضحك، فالقاتل السافل السفاح تحول إلى ملاك طاهر، والضحية البريء صار وحش كريه يستحق العقاب، وتم إعدام تيموثي عام 1950.
شنقود في نوب قبر بلا شاهد، وجون كريستي رجع للمنزل مالته وهو فرحان لأنه قدر يبيد عائلة بأكملها. الضجة اللي أحدثتها محاكمة تيموثي خلت الصحافة تسلط الضوء على ماضي كريستي، فاكتشفت أسرار ماضي المخزي. بعدها بعام 1952 تمرض زوجته إيثل بمرض الروماتيزم، فقرر يتخلص من يمها وقتلها خنقا، وبعد ما قتل زوجته خلال الجو حتى يقدر يسوي أي شيء براحته. بعدها جون كريستي قدر يتخلص ويقتل 3 ضحايا، وكان يخفيهم بتجويف بجدار المطبخ ويغطي هذا التجويف بخزانة كبيرة. بدأت الشرطة تبحث عن الموضوع إلى أن وصلت البيت كريستي وبفتشوا كل شبر من المنزل. بعدها أخذوا كريستي حتى يحققون وياه، وهناك اعترف أنه تيموثي كان بريء وأنه هو القاتل الحقيقي. تم الحكم عليه بالإعدام سنة 1953. وقبل إعدام كريستي بلحظة صار موقف طريف، لما خلت جلاد الحبل حول عنقه اشتكى كريستي من الحبل وقال له أنه الحبل خشن ويسبب له الوخز، فرد عليه الجلاد قائلا: وأكد لك يا سيدي بأنه لن يزعجك طويلا. لهنا وصلنا لنهاية القصة، أتمنى أنكم استمتعتم، لا تبخلوا علي باللايك والاشتراك بالقناة وتنشروا هالحلقة بين أصدقائكم إذا شفتوها مفيدة وممتعة. أخوكم عبد الخالق، سلام.